هاي، رح نبلش نعرض لكم هلا الاصناف يلي كلها بتوصل لعندكم معقمه 100%. مين منا ما بحب يعمل مساج؟ وكتير أوقات منضطر نروح على نوادي خصوصي، بس مع سلف مساجر ما بقى نعطي الهم هالموضوع، حتى إذا ما كان في حدا حدنا صار فينا نقضي حالنا بحالنا وبحيالا وقت كمان وبالقوة يلي بتناسب جسمنا. كتير أوقات منحس بأوجاع أو بكتير ستريس أو بكتير تعب كمان. سلف مساجر فينا نستعملها على الرقبة، على الظهر، على الكتف، على الخصر وعلى الأرداف، يعني بمختصر فينا نستعملها على كل الجسم. وكمان هالآلة فينا نستعملها بالبيت، بالمكتب، وين ما كان، مزودة بإنفراريد كما إنها كفيلة بتحسين الدورة الدموية. أهم شيء إنه ما إلها صوت وما بتلبد أبداً. سلف مساج اللي بتحصلوا عليها بين ما كنتوا بلبنان، فري ديليفري. تصلوا على بستلر على 01-44-55-55. قدنا تلهم، بس بدنا نقطع شيء، بدنا نشيل الكاتينج بورد والسكين المناسب لكل شغلة، والتقطيع بياخد معنا وقت والتنظيف كمان، بس مع كوب إكسبرس نحلت هالمشكلة. كوب إكسبرس هو سكين وكاتينج بورد بنفس الوقت، بقصلنا حيلا شغلة بدنا إياها بثواني، بقص 10 مرات أسرع من الطريقة التقليدية، بقص الجزر، البصل، الخيار، بطاطا، جبنة دجاج واللحمة. كوب إكسبرس مزود بروسور لتسريع عملية القص، ومزود كمان بقفل لسلامتنا تنضبه من دون ما ياخد محل. تصلوا على بستلر على 01-44-55-55 وبيوصل لعندكم وين ما كنتوا بلبنان، فري ديليفري. في كتير أوقات بيصير عنا أوجاع بالمفاصل أو حتى بيصير في أصوات بالمفصل لأنه بيكون الغضروف منشف. الحل هو ريفلكس كريم لكل الناس يلي بيعانوا من مرض التكلس، نشف بالعمود الفقري، الظهر أو الرقبة. الحل الطبيعي الوحيد هو ريفلكس كريم. هالمستحضر مكون من زيت الصنوبر، الصبير ومادة الألونتوين. ريفلكس كريم كفيل بإعادة ترميم الخلايا الغضروفية، تنشيطها وتجديدها. مادة الإلاستين والكولاجين بيخلوا الغضروف سميك وخلايا متماسكة ليقدر يعطينا على طول انزلاق ورياحة بالمفصل، وما نعود نحس بأوجاع عند الحركة. لكل يلي بيمارسوا رياضة وبيتعرضوا لوقعات وكدمات قوية فيهم يستعملوا ريفلكس كريم ليتجنبوا المشاكل الغضروفية والتكلس. قبل ما تجربوا كل الحلول جربوا ريفلكس كريم لأنه طبيعي 100%. ريفلكس كريم فيكم تحصلوا عليه ب 68000 ليرة بس وين ما كنتوا بلبنان، فري ديليفري. تصلوا على بستلر على 01-44-55-55. شوبر برو هالقطعة الكهرباء يلي ما في ست بيت مش بحاجة لإلها، بتقطع بتفرم أي شغلة منعوزة بالمطبخ. فينا نفرم فيها البصل، الثوم، الجوز واللوز، فينا نفرم فيها اللحمة للكبة والتابلة والكفتة. التشوبر برو قد ما قوية فينا نكسر فيها تلج وكل شيء قاسي من دون ما نعطي الهم، يعني بتسهلنا حياتنا لأقصى حدود. التشوبر برو فيكن تحصل عليها بما كنتوا بلبنان، فري ديليفري. تصلوا على بستلر على 01-44-55-55. وهلأ منودعكم ومنلتقى بحلقات جديدة.